قال الفنان الكبير سمير غانم في أول تصريح له عقب وفاة رفيق عمره جورج سيدهم أنه كان كالجبل وتحمل في حياته ما لا يتحمله بشر. وأوضح الفنان الكوميدي الكبير في تصريح خاص لليوم السابع: جورج قضى 20 عاما من عمره معذبا بالمرض، وكان يعاني معاناة شديدة، وأدعو الله أن يسكنه فسيح جناته ويجزيه خيرا عن معاناته في الدنيا. وبتأثر كبير قال سمير غانم: ربنا ابتلى جورج ابتلاء كبيرا، وأكيد ربنا بيحبه، كان أخويا وشريك عمري، وكان بيمتعني على المسرح سواء في فرقة ثلاثي أضواء المسرح أو في المسرحيات التي تشاركنا فيها سويا بعد وفاة الضيف أحمد الله يرحمه. وتابع الفنان الكبير: جورج أسعدني وأسعد الملايين، وكان فنان جميل له أسلوب خاص، وكان هو اللي بيدير فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وأنا والضيف ما نعرفش حاجة في الإدارة والاتفاقيات، وبعد وفاة الضيف عملنا مسرحيات رائعة مثل موسيقى في الحي الشرقي وأهلا يا دكتور والمتزوجون وغيرهم، وكان بينا كيميا خاصة. وعن آخر مرة رآه فيها قال الفنان سمير غانم: آخر مرة شفته لما عملنا الإعلان مع بعض، وكان مبتسم وفرحنا إن في عمل جمعنا بعد مرضه، وكان مبسوط جدا. متابعا: عملت تنازلات كتير في هذا الإعلان علشان خاطر جورج، وعشان نعمل حاجة مع بعض رغم مرضه. وأكد سمير غانم أنه منذ سنوات لم يرى جورج سيدهم قائلا: شفته في عيد ميلاده وكان قلبي بيتقطع لما بشوفه، لكن دلال فضلت تزوره بشكل دائم وتتعاون مع زوجته ليندا لتنظيم عيد ميلاده ومحاولة إسعاده، وكانت الفنانة الكبيرة نادية لطفي تحرص على الاحتفال بعيد ميلاده. وتحدث سمير غانم عن دور الدكتورة ليندا زوجة الفنان الراحل جورج سيدهم قائلا: سيدة عظيمة وقفت جنبه سنين طويلة، شالت مسؤولية كبيرة طوال 20 سنة. وأضاف: سبحان الله، جورج كان عازف عن الزواج لسنوات طويلة، ولكن ربنا أراد إنه يتجوز هذه السيدة العظيمة حتى تقف معه في محنته. وبتأثر شديد قال الفنان الكبير سمير غانم: يشاء الله أن يرحل جورج سيدهم في وقت بيموت فيه العالم كله من الرعب، مشيرا إلى صدمته بخبر وفاته وتلقيه عشرات الاتصالات من مصر والعالم لمواساته في وفاة رفيق عمره. وتوجه الفنان الكبير سمير غانم بالشكر للفنان هاني رمزي لوقوفه لجوار الفنان جورج سيدهم ومساندته لزوجته فترة بقائه في المستشفى التي انتقل إليها مؤخرا وحتى وفاته. كما نعت الفنانة دلال عبد العزيز الفنان الراحل جورج سيدهم مشيرة إلى أنه أحد رموز المسرح المصري، ومن الصدف الغريبة أن يرحل في اليوم العالمي للمسرح الذي يصادف يوم 27 مارس. وتابعت: فقدنا أهم نجوم المسرح العالمي، وهو من اكتشفني عام 1980 وقدمني لسمير غانم. وهنا صور نادرة ليها معاه بعد مرضه الله يرحمه، وهنا طبعا شيرين وسمير غانم وهو تألقه في المتزوجون، كانت مسرحية جميلة. وهنا هو ومراته ومفيد فوزي وفاطمة نعود بيحاولوا يسروا عنه بعد المرض في عيد ميلاده، وهنا دي صورة نادرة له يوم جوازه من العظيمة اللي سندده في مرضه الدكتورة ليندا، وكتبت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: فقدت أعظم إنسان وشريك عمري ورفيقي الفنان جورج سيدهم الله يرحمه. وهنا دنيا سمير غانم ومرات جورج سيدهم ودلال عبد العزيز معاه، وهنا أمير رمزي
وقت ما نعود، وهنشوف دلوقتي فيديو مؤثر له وهو في عيد ميلاده 81، وكلمات أكيد ستؤثر بيكم وتبقيكم على خسارته. جورج سيدوم، والله أنا شايفه منور في عيد الميلاد هو بيضحك دلوقتي يا استاذ وائل، والله بيضحك دلوقتي عشان هو جورج طبعا انت عارف بيحب الصحبه جدا، وبعدين لما تبقى الصحبه دي كمان يعني مجموعه هو بيحبها، فطبعا تلاقيه منور وشه، تلاقيه منور يعني أنا شايفه حقيقي، وإن شاء الله. كان يعني هو سو هابي، كان يعني سعيد جدا جدا فعلا، و هو دلوقتي مبسوط قوي وبيضحك. خلي بالك ان جورج بيتعمل له يعني لسه معمول له عيد ميلاد تاني، كان مع فنانه ناديه لطفي طبعا، دي لازم لازم يعني ما انا تستناها. شفت الصور. ايوه، فهو جورج بيتعمل له كذا عيد ميلاد. والله هو يستحق نعمل له كل يوم عيد ميلاد لانه ابهجنا كثيرا يعني. يا استاذ وائل حضرتك انسان جميل جدا، يا جورج قول له يعني قول له الاستاذ وائل ايه يا جورج؟ تقول له وحشتوني قوي؟ لا قول له يا جورج قول له الله، والله والله انت اللي وحشتنا يا استاذ جورج. والله يعني مجرد سماع صوتك بهذا الشكل، والله هو ده يعني بمثابة عيد. وانت وحشتنا قوي. اقول لهم ايوه اقول لهم انا بحبكم واحنا بنحبك قوي يا استاذ جورج. والله كل الناس بتحبك والله قوي. دكتورة ليندا، والله انت هزتي مشاعرنا والله العظيم، لان يا سلام عليك يا استاذ وائل، صدقني ليندا ليس لها فضل ابدا، هو ربنا بيدي نعمه صدقني للانسان، و طبعا صدقني ما و لهاش و فضل. وانت يعني هنا اصلا يعني انت بتدي نموذج لانه الناس ازاي تتكيف مع ظروفها، تتكيف مع مشيئة الله سبحانه وتعالى، تتكيف مع المرض، وإزاي نكمل الحياة وإزاي نواصل الحياة ببهجة وبسعادة يعني. هو بص لي لما يعني انا في رايي يعني لما الانسان يجيله يعني تجربه اذا نظر لها بنظره بشريه، لا هو يبص في ما يكمن داخل التجربه دي من مش مفهوم بشري، مفهوم يعني انساني روحي، مفهوم الهي كده يعني، لها نظرة أخرى يعني عارف، طبعا طبعا مش موضوع يعني المفهوم البشري أحيانا بيبقى خاطئ لما في التجربة نفسها يعني، وأهم حاجة بتبقى يعني تتقبل دي بأمانة جدا يعني، بتكون أمين في هذا، وبتبص تلاقي ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة الحقيقة يعني، أنت أمين في تجربة اداها لك ربنا، أنت أمين عليها بس ليس أكثر، وتلاقي الحياة تسير في سلاسة وفي هدوء وفي فرح وفي جمال.